شارك سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام في اجتماع رؤساء أجهزة الشرطة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والذي عقد صباح اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ألقى سعادة رئيس الأمن العام كلمة خلال الاجتماع، نقل في مستهلها تحياتي معالي وزير الداخلية وتمنياتي بالتوفيق والنجاح للاجتماع الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية تعيشها دول العالم جراء تفشي فيروس كورونا. مع جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 قبل أن تستفحل في المملكة، استنادا إلى بنية تحتية قوية ومن خلال خطوات استباقية وتدابير وقائية كان لها الدور الأساس في السيطرة على انتشار الفيروس وتقليل عدد الضحايا، وبجهود من فريق البحرين المكون من الجهات ذات العلاقة ويضم كفاءات وطنية مشهودة، بتوجيهات المتابعة من اللجنة الحكومية التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأجدها مناسبة هنا لأن أوجه لسموه ولفريق البحرين كل التقدير والاعتزاز بهذه الجهود التي كان لها الفضل بتوفيق الله في وضع البحرين في موضع متقدم في مكافحة هذه الجائحة. وأشيد في هذا السياق بالجهود البارزة التي يقدمها الفريق الطبي الوطني والذي هو جزء من فريق البحرين ويضم خبرات متمرسة في شؤون الصحة العامة ومكافحة الأوبئة والفيروسات، ويقوم بتعزيز قدرات النظام الصحي وضمان مواصلة الأداء بجودة عالية. الحضور الكريم، لقد اتبعت مملكة البحرين لمواجهة هذه الكارثة سياسة ورؤية واضحة اتسمت بالشفافية وذات أبعاد مجتمعية وإنسانية من منطلق استراتيجيتها القائمة على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتجسيدها على أرض الواقع. واتخذ هذا النهج مظاهر متعددة، نذكر منها على سبيل المثال معاملة المواطن والمقيم على حد سواء من حيث كفالة الضمان الصحي والرعاية الطبية المجانية الكاملة، تنفيذ أكثر من 155,000 عملية فحص طبي لكشف الحالات المصابة وتحديد المخالطين لها، من بينها فحوصات استباقية في المواقع التي يشتبه انتشار الفيروس فيها، حيث وصل معدل حالات الفحص إلى 882 شخص لكل 10,000 من السكان. لم تقم البحرين بإغلاق حدودها الدولية ووضعت ضوابط وتدابير تضمن استمرار حركة النقل وتوفير المواد الغذائية والاحتياجات المعيشية وكذلك حركة السفر الضرورية مثل الترانزيت، وساهمت في إجلاء رعاية العديد من الدول من خلال منافذها وبمساعدة النقل الوطنية لديها طيران خليجي. اتخذت البحرين ايضا خطوات نوعيه تمثلت باطلاق حزمه ماليه واقتصاديه شملت دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمده 3 أشهر وتحمل فواتير الكهرباء والماء عن كافه المشتركين بذات المده، اضافه الى سلسله من الاعفاءات واعاده هيكله القروض بالتعاون مع البنوك والمؤسسات الماليه. وضمن هذه الجهود الوطنيه في إطار تنفيذها لقرارات اللجنة التنسيقية، حرصت وزارة الداخلية على أداء مهامها وواجباتها الوطنية في إطار تكاملي وتنسيقي. ونشير هنا إلى ما يلي: المشاركة في إطلاق حملات توعوية مكثفة بالتنسيق مع وزارة الإعلام، تشكيل فريق أمني مختص يقوم بتقصي الإصابات وتحديد المخالطين لمساعدة الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة وبالسرعة المطلوبة. وهذا كان أثبت حقيقة أهمية جدا في مكافحة انتشار هذا الفيروس. وضع اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام في حالة انعقاد دائم للعمل على متابعة الإجراءات اللازمة ضمن الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث. قيام الدوريات الأمنية بالعمل على تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية ومن بينها التأكد من التزام الجميع بارتداء كمامة الوجه في الأسواق والمواقع المزدحمة وتحقيق التباعد الجسدي بما لا يقل عن متر ونصف بين الأشخاص في الأماكن العامة. المساعدة في تقديم وجبات الطعام للعمال الأجانب الذين فقدوا وظائفهم وتوفير مساكن مؤقتة لهم ضمن جهود تهدف إلى تخفيف كثافة العمالة في المساكن وتوفير رعاية صحية كاملة لهم.
التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من توفر كافة اشتراطات ومعايير السلامة في السكن الجماعي المشترك، كما تم تكليف فرع التعامل مع المواد الخطرة بمساندة عمل الدفاع المدني في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لكافة الشوارع والمرافق الحيوية، فضلاً عن إعداده الآلاف المتطوعين للمشاركة في هذه الأعمال الميدانية، ثم متابعة الأشخاص الخاضعين للحجر المنزلي عبر استخدام تطبيق مجتمع واعي وآلية السوار الإلكتروني. وكان اجتماع رؤساء أجهزة الشرطة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية قد ناقش بندين رئيسيين تضمنهما جدول الأعمال، يدور الأول حول احتياجات أجهزة إنفاذ القانون ودعم الانتربول للدول الأعضاء، فيما ركز البند الثاني على التجارب الاستراتيجية والممارسات الجيدة المعمول بها لمواجهة كارثة كورونا.